إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. مشاهدينا الكرام، نجدد التواصل معكم على قناتكم الحقيقة الفضائية. معلوم أن حالات السحر تختلف وتتباين من شخص لآخر بحسب المسببات لها، عافانا الله وإياكم، فتنتج عنها مجموعة من الأعراض التي قد تتدهور وتتفاقم إن لم يتم علاجها في طور مبكر. عبد المولى فدوش هو أحد ضحايا السحر الذي أثر على حياته المهنية والشخصية فقلب حياته رأسا على عقب، إلا أنه واظب على استعمال العلاج الطبيعي من مركز الدكتور الهاشمي فرزق بشفاء تام بفضل الله عز وجل وبفضل المنتجات الطبيعية التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي. مشاهدين، تابعوا معنا حتى نقربكم أكثر من هذه الحالة. أنا فدواش عبد المولى من جزيرة سيدي موسى من مدينة الجديدة، كنت خدام في لوزين، وقع لي سحر وخرجت من لوزين. كيقول لي الباترون سي خذ لك شهادة طبية، كنقول لي لا مابقيتش باغي نخدم. خرجت من لوزين مابقيتش خدام، درت صباغة تا هي مشات مابقيتش خدام، عاود درت الحوت تبعونا فيه. دابا عندي المس السحر. المهم دابا كنحمد الله على الدكتور محمد الهاشمي على هاد الرؤية اللي عطاني. مزير كيبان ليا كلشي خايب، كلشي خايب. كنحلم بالخرافي، نحلم بالقواطات، نحلم بالحوايج الخايبين. حاجة ما كتبان ليا مزيانة. فين ما مشيت البيبان مسدودين، أي باب مسدود. دابا بشوية حمد الله، بعد ما بقاش في ديك الحكة وما بقاش في عينيا كيعواجو، حمد الله على محمد الهاشمي الله يحفظه. حاولت نقلب، بقيت نقلب في التلفازة تلقيت النمرة ديال محمد الهاشمي. شديت النمرة عيطت ليه، يا قالت لي البنت راني في البلاصة الفلانية مشينا عندها. جاب الله بعد التيسير، مشيت شاط طبيب أنا ما كنحمش داكشي. مشيت عند واحد السيد زمور قرا عليا رقية، زيرت تما عرفت راسي كاين عندي شي حاجة. فهمتي؟ شنو قال لك؟ قال لي عندك نص السحر. المهم ترخفت شويه عليه هو، ماشي بقيت كما كنت، ترخفت عليه شويه. ها هو داك الاعراض الحلم وداك التخربيق ما حيدش عليا. بقيت كتحلم؟ بقيت كنحلم، كنشوف حوايج خايبين، نشوف راسي في البحر، نشوف راسي في الويدان، نشوف الخرب. الدور الخايبين. ديما. هاد الايامات شويه بعدا ما بقيتش كنشوف داك الشيء، ما بقيتش كنشوف داك الشيء. الحمد لله وشكرا. لا عندي اعراض، عندي دابا هاد الكتاب، عندي هاد الاعراض دابا الكتاب ديالي كيطيحو، يديا هنايا كيطيحو، فهمتي؟ قلت في ظهري، قلت في جنابي، فهمتي؟ هادو هما اللي بغيت انا نعايدهم، سيرتو هاد القلص اللي في ظهري هنا في الكتاف، شحال ديك القلصة، كنحك بديك الكشة ديال الحمام، كنحيد حوايجي وكنحك بها، والله العظيم كنحك بها، والله العظيم. ودابا المهم شويه ما بقاش داكشي كما كان، ولكن الحمد لله. خديتها من التلفزيون، شديت النمره ومشيت عندكم. قالت لي واش ندوز الطبيب؟ قلت لها لا. شرحت لها الحاله ديالي كيفاش كيفاش، قالت لي داكشي هو اللي كاين مزيان. هو عطاتني الرقيه الاولى وهي رحمه الله. ليله نهار، ليله نهار كنتصنت لها مع بحال هاد الوقيته ملي كنسالي. ما كتحس بوالو ملي كتصنت؟ لا كتزير كتحرك. شنو كيتحرك؟ شنو هو كيتحرك قاصو. كندوي معاك نص. ماشي ساهل، خطير. اللي ما مجربوش ما يامنش بداكشي. كيتحرك في قاص ضرب في البوط ديالي كتولي قص. فهمتي؟ الحمد لله دابا بخير وعلى خير، الحمد لله ونشكره، الحمد لله ونشكره. هذا هي الجرأة اللي جاب عليها الله الشفاء من دكتور محمد الهاشمي. وهذا العسل تا هوايا من عند الدكتور محمد الهاشمي الله يحفظه. هذه الرقية قرقان، واللي جاب عليها الله الشفاء بإذن الله حق سبحانه. هذه زيوت
قدم لي المفاصيل ديالك. هاد الزيت كدهن به الجسم ديالك كامل، هذا كدهن به البلايص اللي دارينك. الله يحفظ محمد الهاشمي. كنشكر محمد الهاشمي على هاد الرؤية. الرؤية الثانية هادي، الأولى دازت وهادي الثانية. الله يرحم لي الوالدين، الله يحفظه. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة، على أمل اللقاء بكم دائما في صحة جيدة. لا تنسوا أيضا آراءكم وملاحظاتكم التي تهمنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نترككم في أمان الله.